أهلا وسهلا ومرحبا بك أهلا في بيك، برنامج هذا. أنا أهلا بيك عايز. يظهر لي هذايا رغم شهرة طالما حال الغناية ماهيش في التيم تاعي، يعني كل البنات بتحبك ماهيش راب وما تنطبقش عليك زاد، مش كل البنات بيحبوك. ما يحبوني فرتوت الحمد لله. معناتها رغم أنك حديث الناس وعندك جمهور كبير وناس وبرشا ناس مهتمين بيك وبفنك، ولكن هذايا أول ظهور تلفزي مطول يظهر لي. ما تنجم تقول أهلا وسهلا ومرحبا بيك. وبيك عايزك. تقريبا اسمك ساعة اسمك بلتي، الاسم الفني اللي نعرفه الاسم بلتي، الفني الناس تقول بلتي والنوت فامي كيف نقولوا فيها، الاسم اسم العائلة. علاش ناديوك بلتي باللقب معناها؟ بلتي توكور، يعني العباد الكل تعيط لي بلتي من الصغرى، فهمني، حتى عائلتي معناها امي تعيط لي بلتي، بورتون كلنا بلتي. امك زادت تنزيل بلتي؟ كي عيطوا بلتي نخرجوا الناس الكل. فوالا ايوه اسمي الكامل محمد صالح البلتي. محمد صالح اكتب عليكم، قلت لكم يا ناس تتيفت عليك. سيادتك اسمك سي محمد صالح البلتي. أيه. الاسم الكامل، الاسم الثلاثي. اسم الثلاثي. اهلا وسهلا بيك سي محمد صالح وبيك. البلتي. في كل بلاصه بلتي 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 لي جون المراهقين. والصوت سابق التصوير. واضح، ما يصيرش نسالك. تفضل. في كل مكان بريسك، وخاصة أننا نسميك مطرب الفيسبوك، وخاصة في الفيسبوك. يعني تقول بلتي. أنت حطيت على الفيسبوك، يعني مول الفيسبوك ولد حونتي. فضلك عليك. فما تونس، تونس فيها 10 ملايين. تونس فيها 10 ملايين، فيها الفيسبوك. فهمني؟ أنا السونداج ممكن أنت عملته على الفيسبوك. نتصور كان خرجت للشارع راهو. في الفيسبوك فما 5000 عبد. فما 5000 تونس فيها 10 ملايين. يتسموا رأي عام صغير. مقياس. اما تونس فيها 10 ملايين، يعني فيها شمال وجنوب، مش العباد كليك دي زانترنوت، يعني كيف نقولوا فيها، ما تنجمش تاخذ فيسبوك انت ولا الانترنت مقياس. لا ولكنها مقياس، خاطر كي تعمل استفتاء تنجم تعمله في مجموعه صغيره، تنجم تطلع الحكايه. باهي سيادتك اسمك بلتي بلتي في كل بلاصه، شنو هي الحكايه بالضبط؟ شنو هي الحكايه؟ منين جيت؟ شنو هي؟ في كنت؟ كنت مخبي، كنت في بلاصه ما يعرفها حد. انا اصلي ولد نهج القصبه. يعني تولدت غادي وقريت غادي وكبرت غاديك، ومن بعد كنا نقلنا الحومه الشعبيه سيد حسين السيجومي، يعني فهمني، كبرت فيها زاده وقريت وفهمت، ومن غاديك ما نعرفش انا 89 عرفت حاجه اسمها هيبوب، كولتور هيبوب، عرفتها عن طريق يعني خويا الكبير كان بريكور، كان يعمل بريك دانس، كان على ليبوك يعني ما كانش فما دي بارابول، ما كانش فما معناها دي سي دي، فهمني، اصحابه من فرنسا يهبطوا له. شنو عام 89 ما فماش دي بارابول؟ والله في حومتي ما فماش دي بارابول. الصحراء الصحراء كنت في حومتك انت ما نعرفش. حومتي ما فيهاش. موجود البارابول عام 89. بون يعني نحكي على فهمني، يعني على عائلتي وعلي انا شخصيا، يعني ما عندناش بارابول. فهمتك. عندنا فيديو فهمتني، خويا يهبطوا له دي كاسيت فيديو يعني فيهم دي كليب تاع اي بوب، فهم شنو هي اولد سكول، فهمني، كير سوان، ماستر ايس، بيك دادي كاين، فانيلا ايس، اسم ممكن ما تعرفهمش، سمير، فهمني، فوالا، ومن غاديك بديت معناها بدي غرامي بالراب، ما كنتش نسميه راب على فكره، نسميه موزيك الكحالس يعني، فهمني، من بعدك عرفت. نسميه موزيك الكحالس. الكحالس هي. علاش؟ على خاطر ما نعرفش فما. فما مينيموم تاع فما ديزانفورماسيون معناها ما وصلتليش في الوقت هذاك، عمري 9 سنين فهمني. الراب تاع حلوش عمرك 9 سنين؟ 9 سنين تغرمت بالراب فهمني، 89 انا معناها انا مولود 1980 فهمني، 89 تغرمت بالراب. فهمتك. وانا وما غاديك بديت معناها نحكي. المعروف وكنت نهبط، سامحني، كنت نهبط معناها ناخذ كاسيتات بوب فهمتني، قبل في كانوا نصب كيك الفريب فهمني، هاي كاسيت فيها كحلوش ناخوها، ما يطلعش حتى محمد علي الاسمر ناخوها. وانا مو غادي يعني بدات الحكايه فهمت، والغرام بدا يكبر معايا. قصه حب مع الراب. قصه حب كبيره. يقول قائل واحد في حومه شعبيه رائد على روحه في تونس، والحومه الشعبيه كلها حومه الشعب يعني. سي نورمال. اش مجايب الراب للحومه الشعبيه؟ ولد صغير عمره 9 سنين في حومه شعبيه تغرم بالراب ويولي عشق الراب وحب بالنسبه لي هو، يولي غرام كبير. جات صدفه هي فهمني، ما نورمالمون احنا كي نقولوا حومه شعبيه يا اخي احنا نشوفوا، اسمعني، الاسامي معناها سوا ارتستيك ولا سبورتيف ولا عبد الكوليك خارجه من حومه شعبيه معناها بيان سور، نحكيو على الراب اللي هو مش نتاعنا نورمال. الراب ماهوش نتاعنا، ما ولا نتاعنا معناها مع الوقت فهمني، فالحمد لله الراب في تونس نتاعنا
لا يقعد ديما فن غريب. تقول انت فينومان يعني وظاهره وتتعدى انت ليه؟ انت تسميه مثلا الراب تونسي. ما انا عمري ما سمعت بمزود امريكي ولا زكره فرنسيه ولا اي راب تونسي. سمعت الراب هو على باس سيت اون كولتور امريكان. فهمني الراب انا باش نفهم معناها الراب هو ابريفياسيون تاع ريتم ان بويتري يعني ايقاع وشعر. فهمتني بدا في امريكا معناها في اواخر ليزاني معناها احنا ماناش نعملوا في حصه على تاريخ الراي ولكن سالتك لانه لا مش راي راب قلت الراي الراب هنا في الجزائر. فهمني تتميز من مميزاتك الصوت الخشن صوت الرعد. الصوت هذا تتميز به واغلب مغني الراي ما الراب راب عايش كسمير مازلت ما استانستش بها. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اغلب مغني الراب معناها يتميزوا بصراحه باصوات تعيسه ما يتطلبش طاقه صوتيه جباره، يتطلب قدره على الالقاء. سامحني عايشك من فضلك كما سؤالي يتطلب قدره على الالقاء ويتطلب ريتم ايقاع وكاو. الراب يطلب انا كان نقول لك تو غني لي موال قوي تو تتخنق بتاتر. نو اسمعني انا كنت نغني يعني شرقي تتكلم. كنت نغني شرقي ولا نخرج اخي بمغني يعني في الدنيا. فهمني اما في الراب نخرج اخي بمغني في الدنيا ولا فهمني لانه يتطلب طاقات صوتيه كبيره. والا ما تنجمش تكون مطرب اوبيرالي. الراب يطلب صوف الباهي يطلب ميوزيكاليتي يركز على الكلمه والايقاع. الكلمه والايقاع وفي السونس دو ريتم فما ميوزيكاليتي فهمتني. انت كي باش ترابي باش تغني معناها باش تبوزي كلامك فهمتني على الموسيقى. فهمتني ماهيش على بورتي تو الموند. فهمتني نجم انا نجيب واحد صوته باهي ويغني ويمول وما عرف شنو باش يغني راب ما ينجمش كيف انا ما نجمش باش نعمل موال عملوا السيد هذاك. الغريب انه توا في العصر هذا التلفزه الصوره الصوره هي اللي توصل الفنان هي اللي تخلي الفنان يهيمن يوصل للناس ويولي نجم ويوصل للنجوميه. بلتي اليوم مازال ما عندوش ظهور تلفزي كبير. ما عنديش ظهور تلفزي يا سيد بلتي ظاهر ملهوف على الكلام ما عندكش ظهور تلفزي. معناها قاعد الظاهر انت محروم من ظهور التلفزي. تحب تتكلم للماكسيموم ماذا بك تسكتني في اقرب وقت. استنى سيد بلتي عايش من فضلك تقشف في الكلام. تفضل سيادتك معناها رغم انك معناتها محروم من الظهور التلفزي والتلفزه مازالت ما ركزتش عليك برشا وفما نوع من الاحتراز الا انك وصلت للجمهور وصلت عملت جمهور كبير وهذا اذهلني انا وقت اللي شفت الناس اللي نقول له بلتي نلقى برشا عباد يعرفوك فما عباد ما يعرفوكش ويقولوا فما واحد باش تشوفه من بعد في الريبورتاج قال شكون هذا عراف على فهمت فما ناس بصيروا ما يعرفوكش ولكن بصراحة عملت جمهور كبير برشا اللي 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 خلينا نستضيفوك في الحصة هذه بدون مساعدة التلفزة من غير تلفزة من غير ميديا من غير معناها من غير بريس. فهمتني الشيء هذا عملته وحدي حتى حد ما جا دق عليا في الحومة وانت في السيجومي تألف وتلحن ولا اي بين استوديو يعني وصلت السيجومي تبارك الله ما شاء الله معناها وصلت يجيوك ردود فعل من برا من تونس ويستدعوك الحفلات في ألمانيا وتمشي الحفلات في تونس كاملة. مازالت التلفزة ما ركزتش عليك. التلفزة مازالت ما ركزتش عليك. السر اللي معناها السر والله الشيء اللي قاعد نعمل فيه أنا يحكي على الجناس بتاعي أنا يحكي على الشعب حاجة قريبة لهم ياسر. فهمني الناس فدت من الورد ونحبك وحبيتني وما عرفتني تحت الياسمينة وفي الليل وما عرفتني نو سيريو معناها حاجة تحكي على الجون معناها لقاو بلتي بورت بارول للجون هذا معناها يحكي له على مشاكله يحكي له على طموحاته على ولا على مستقبله على الفيكيو نتاعه على همومه على همومه وعلى الدنيا الكل ولا وعلى حكاية هذايا ملهوف أنا على التلفزة لحظة بركة التلفزة التلفزه شادة جارد مع لي رابور فهمني على خاطر ولا ماخذين فكره اللي الراب في تونس فهمني والراب بصفه عامه يعني كلام زايد وكلام بجيو الكلام هذا انت متهم مثلا بتمييع الشباب بالعكس فما برشا عباد يتهموك بتمييع الشباب هي بارتي وي وي